السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم النهاردة عن دورة كتاكيت ساسو، واحنا النهاردة في اول شهر 9 وبدأ يكون في اقبال على تربية الكتاكيت. الجو بدأ نوعا ما يبقى كويس، في شوية هواء. الكتاكيت الساسو دي طبعا يا جماعة بيبقى فيها اكتر من لون، زي ما انتم شايفين في لون اصفر، في كتاكيت فيها خطين ولون بني احمر، فيها الوان مختلفة بدرجات متفاوتة. طبعا اهم شيء في شراء الساسو ان المصدر بتاعها يكون كويس. السعر النهاردة 7 جنيه للساسو. متوسط وزن الخدقوت 45 جرام. قبل ما الكتاكيت تيجي كان في لمبة حمراء 200 واط. ايه ده احنا في الصيف، الكتكوت بتاعنا ملهوش دعوة بالصيف، الكتكوت بتاعنا ليه احتياجات، والايام الاولى من عمر الكتاكيت ما بيتحكمش في جسمه، فلابد ان احنا نوفر له كل احتياجاته. لمبة 200 فوقيهم اهيت بحوالي 15 سنتي، والكتاكيت منتشرة حوالين اللمبة. العلف البادي تم تقديم العلف البادي 23%، والمية اللي فيها محلول معالجة الجفاف قبل قدوم الكتاكيت. يبقى قبل ما الكتاكيت بتيجي لابد من مية اكل تدفئة. زي ما انتم شايفين انتشار عشوائي للكتاكيت بتاعتنا، اللي بياكل، اللي بيشرب، اللي بيتدفى، اللي بعيد عن التدفئة، انتشار عشوائي للكتاكيت بتاعتنا. طبعا دورة كتاكيت الساسو ديت لما تستقبل بهذا الشكل وهذا الشكل الجميل والتوزيع الجميل والتجهيز المسبق للكتاكيت بتاعتنا، ان شاء الله الكتاكيت بتاعتنا تبقى بدايتها بداية كويسة، وتبدأ الكتاكيت من الاول ماشية كويس ومفيش فيها اي مشاكل. طبعا في الايام اللي جاية بيتم تقديم ليها الكالسيوم والفيتامينات والاملاح المعدنية علشان نبني ونأسس العظام ونساعد الكتكوت بتاعنا في النمو بشكل سريع وبشكل كويس، بتقديم هذه المعادن من العمر الصغير او من بداية نموهم علشان ما يحصلش اي مشاكل في العمر الكبير. فاحنا بنبني دلوقتي الكتكوت بتاعنا، فان شاء الله بعد محلول الجفاف ننزل كالسيوم وفيتامينات واملاح معدنية علشان الكتكوت بتاعنا يمشي بشكل كويس وبشكل سريع. وبعد كده لو في لا قدر الله اسهال في اي شيء، في بيعطس، في اسهال، في اي عرض مرضي او مرض، بنعالجه على حسب ظهور المرض او العرض على الكتاكيت بتاعتنا. واهم شيء طبعا يا جماعة النظافة، التهوية، الغذاء والماء النظيف للكتاكيت بتاعتنا. شكرا لحضراتكم، وان شاء الله نتواصل مع حضراتكم. انتظروني في الحلقة القادمة.